في واحد ممكن يقول لك انت فنان في لعب الكوره، وممكن يقول لك انت فنان عظيم في التمثيل، وممكن يقول لك انت فنان موهوب في اي عمل بتقوم فيه في حياتك. طب في حد ممكن يقول لك ان هناك فن في الصدقه؟ ممكن حد يقول لك انت فنان كيف تتصدق، او طريقه اعطاء الصدقه فيها شيء من الرقي والفن؟ هو انا اللي بقول ده؟ مولانا اللي قال لي اثناء الفاصل هنتكلم في هذا الموضوع. برحب جدا بفضيله الشيخ احمد علوان احد علماء الازهر الشريف. برحب بك يا مولانا ومنورنا. الله يكرمك يا سيدي، دايما بتجيلنا بالجديد. الله يكرمك. كلمه فنان دايما مرتبطه بالرقي والشياكه والذوق والاصول، طبعا كلها من تعاليم ديننا الحنيف يعني. يعني ايه ممكن ابقى فنان في الصدقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد بحيي حضرتك وجمهورك الكريم، وبيعجبني الدخلات بتاعتك بالنظاره الجميله بتاعتك. النهارده شفت الفن في الصدقه، ان انا يعني افكر ازاي اتصدق، مش اتصدق وخلاص. تمام. لو انا حطيت نفسي مكان الفقير، هحتاج ان هو يراعي مشاعري ويراعي احاسيسي ويراعي كرامتي ويراعي انسانيتي. طيب لو انا حطيت نفسي مكانه، طب اعمل ده معاه طالما انا حابب ده ليا. بالظبط. يبقى انا لما اتصدق، اتصدق بشياكه، اتصدق بشكل ما يجرحوش، ما كرمش الخمسة جنيه ولا العشرة جنيه كده، لا. بيبقى سلوك ده مرفوض يعني طبعا. شيخ احمد طبعا ممكن حتى لو انت ما تقصدوش، بس النصيحه منك دلوقتي، لا اعرف الرقي وانت بتتعامل حتى في الصدقات. تمام، اعمل ده، وكمان اراعي ان انا ما اديلوش الحاجه دي قدام حد، ما اجرحوش، ما ابقى حريص ان هو يعني بيني وبينه اديها له بشكل مهذب، في شكل كده يليق بانسانيته وبادميته. واللي يخلينا نتكلم عن ده السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها، اللي هو على فكره انا كنت جايب ازازه البرفيوم بس انا نسيتها. وكنت جايب يعني انت بتحب تعمل تجارب حيه للمشاهد على الهواء، لو في الفصح احنا ممكن نعملها. اللي هي ازازه برفيوم يا جماعه، ونعمل ده اللي هو انت ال10 جنيه اللي هتطلعها، او مش هقول لك كل 10 انت بتطلعها، هقول لك على حاجه حلوه جات لي في بالي دلوقتي. انت لو انت ناوي انك وانت خارج الصبح كده تتصدق بخمسات او بعشرات، ليه ما تجيبش الخمسات كلها كده وتجي رش عليها رشة بيرفيوم بالنية دي يا شيخ؟ طبعا تعرف يعني ده اهم من الصدقة نفسها. يا الله، وهياخد عليه ثواب قد يفوق الصدقة. يعني اللي بيفكر يقول لك ما انا كده كده الثواب ربنا هيدولي ان انا بتصدق وبعمل اللي عليا، فممكن ما يشغلوش قوي هذا السلوك او التصرف. لا، احنا عايز بقى ازيده بقى معاك. عايزين نشغل بالنا بدي. ولذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كانت تطيب الصدقة، فسألوها لماذا؟ ليه انت شغله بالك انك قبل ما تتصدقي على الفقير والمسكين بتطيبيها وتحط عليها مسك ولا تحط عليها ريحه؟ قالت لانها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير. ده رايحه لربنا. الله، دي رايحه فين؟ ولو ربنا عود نفسه على هذا السلوك ممكن يبقى بعد كده سمه في شخصيته، ان انت وانت بتعمل. بص هقول لحضرتك على حاجه، هو يعني احنا مش عاوزين بالسنتيمتر اللي هو يبرفن الحاجه، لا، انت قدرت تعمل ده. الفكره اللي هو انت راعي مشاعر غيرك، راعي مشاعر الفقير، ما تجرحوش، ما تهينوش، ما تقدملوش الحاجه اللي هو انت حاجه وعاوز تخلص وخلاص. الناس اللي هي بتوزع حاجات وترمي وده ياخدها من الارض او تزقه، لا، هو الفقير مش محتاج كده على فكره. هو لو خدها هياخدها لانه محتاج، بس هياخدها وهو متازم نفسيا لانه مضطر ياخد ده. لكن انت ما تلجئوش ان هو يبقى مكسور من جوه، ابنه شافه وهو بيجري على الحاجه بياخدها وحوجته مضطرين ان هو يتعامل، بس انت شايف مشاعره من جوه. لكن انت مثلا ده. احنا لما مثلا في مؤسسه طمن ومؤسسات كتير بتعمل ده، انا بتكلم في الحاجات الفرديه اللي ممكن بعض الناس ما ياخدش باله منها، اللي هو في ناس بتتلذذ انه يبقى فيه هجوم على الحاجه، في ناس بتتلذذ يبقى فيه ما فيش ترتيب ولا فيه نظام. لا مرفوض تماما. يعني طبعا قيمه الانسانيه. انت تروح تخبط على الباب كده في الدار كده، في الدره كده ولا سكتي، علشان انت هو مش حابب ده، مش حابب ان جاره يشوفه. طب ده احنا عندنا مناسبه حلوه جدا، قبل ما اشوف اول تقرير، طمن معانا عامله حمله دفا وعفا. تمام. وهي جايه بقى على سياق كلامك اهو. جميل. انت جاي تتكلم دلوقتي بقى ان فيها سعر سهم بتفاصيل حضرتك هتقولها لنا، ونستفاد بقى بايه؟ باللي انت لسه بتقوله وانت بتعمل كده وبتساعد الناس في الحمله بتاعت المؤسسه. يعني خلي خلقك بهذا السلوك وهذا الشرح. صحيح. بس قبل ما نرجع نتكلم في الجزئيه دي، عاوز اطلع اشوف اول تقرير معانا. نشوف اول تقرير لمؤسسه تطمن معانا النهارده، ونرجع خد بالك اللي جاي مع الشيخ احمد كلام مهم.
وشوش الأطفال اللي انتوا شايفينهم حواليا دول موجودين في محافظة بني سويف. جينا النهاردة أحلام مواطن واتطمن معانا عشان نحقق ولو جزء بسيط من أحلامهم. طب بتقول لي أحلام مواطن، طب الأبرياء دول والوشوش دي لما يكون كل حلمهم فقط يشربوا مية نظيفة؟ أعتقد رسالة مهمة جدا النهاردة بنطمن معانا وبرنامجنا من محافظة بني سويف إن إحنا نحاول نساعدهم ونقف جنبهم، لأن دايما هي دي القيمة من الطمن معانا والإعلام الهادف. لو الناس دي ليهم حق علينا يبقى لازم نثبته بالفعل مش بالكلام. زي ما بتعمل دايما مؤسسة الطمن معانا في كل محافظات مصر، عشان كده كنا موجودين النهاردة في محافظة بني سويف في مركز الكوم الأحمر عشان نشوف الناس دي اللي بدعم حضراتكم والتواصل مع المؤسسة بنقدر نساعدهم في توصيل وصلات المية أو حتى حفر الأبار أو أي مساعدة. طالما قررنا نسيب القاهرة ونيجي بعيد قوي هنا في بني سويف يبقى حقهم علينا نسمعهم. نتعرف عليك، أنت اسمك إيه؟ اسمي أم محمود. أم محمود، أنت بقالك كام سنة هنا عايشة من غير مية؟ والله بتاع 3 سنين ونص أو 4. بنشيل المية والله العظيم يجي 5 كيلو كده ولا 5 كيلو عشان تملي مية. والله على راسي بالجردل، يعني الجردل عندي جوه والله ليها فاضي. لما يبقى مجرد حلمها فقط وصلت مية، والله وصلت مية بس هي وأولادها وأهلها وناسها، أعتقد بيبقى طلب بسيط جدا لكل اللي بيشوف التقرير ده. والله العظيم إحنا عايزين وصلت مية، لأن المية هنا بصراحة صعبة، فمش معقولة أروح أشيل من هناك من آخر الدنيا واجي اعمل اكل وشرب وبشتغل عليه. اطمن معانا، تبرعك امانة. المولى عز وجل بيقول على فئة من الناس تحسبهم اغنياء من التعفف، عزة النفس حتى وانت محتاج احساس راقي قوي. شفنا التقرير بيكمل مع كلامك يا شيخ احمد ان الناس دي برضو احنا بنحاول نبقى بنتواصل معاهم كتطمن معانا، الرقي في التعامل ومساعدتهم اعتقد بتبقى قيمه انسانيه مهمه جدا دايما حريصه عليها المؤسسه. طبعا دي اهم من اي حاجه، ان احنا يعني حتى احنا ممكن نبقى رايحين مثلا بحاجه معينه وبنحاول ان لو في حد حتى مش معمول حسابه بقول للناس او يعني كلنا الحمد لله ده ما يمشيش، طالما جه لازم ياخد حاجه. حتى لو انت عندك جدول لمساعدات لان بيبقى فيها حاجات استقصائيه انا عارف، بس طالما حد حضر ولو حضرتك فاكر اخر سفريه احنا كنا بني فيها سويف. بني سويف اخر سفريه كنا فيها مركز الفشل، لما دخلنا بيت من البيوت اللي محتاجه بيوت، وبعدين الست اللي هي ابنها ومراته بيباتوا على السرير وتنام فين يا حاجه؟ بنام على الارض. بفضل الله وفضل الله كانت ساعه ونص او ساعتين بالكثير محتاجه السرير بالمرتبه حضره هاخد قبل ما نمشي. ما هي دي برضه بصراحه كانت حاجه يعني انا بعتبرها من ارقى واعظم الحاجات اللي المؤسسه واحنا على مستوانا كده في وجودنا انجزنا حاجه زي كده، لو خلال ساعتين الحاجه طلبها اتلبى. سرعه الاستجابه ربنا بيجازي عليها يعني خير. واعتقد اطمن معانا والمسؤولين عن المؤسسه دايما حريصين على الجزئيه الحمد دي لله. حتى يعني يقول لك ممكن على المدى البعيد او بيبقى في جدول للمساعدات والتعامل مباشر مع الناس. لا احنا ساعتها لما كنا بنتكلم مع حد من اللي هو الناس اللي بتبقى موجوده في المكان فبنقول له هات السرير، طب بيكلم الراجل فالمرتبه طب المرتبه هتتنجد قطن وهتقعد لها يوم ولا تاني يوم، قلت له لا مفيش حاجه اسمها قطن حد دلوقتي مرتبه سوسته وتيجي على طول خلال ساعتين وحضر. شفنا زعنا التقرير ست كانت بتزارك كما لو كان فرح. صحيح قلت لي دفع وعفا المؤسسه دي حملتها الفتره الجايه. اطمن معانا يا جماعه، الارقام امام حضراتكم دلوقتي، فرصه واحنا داخلين اهو على بدايه بقى الشتاء لسه هيشد نفسه شويه، فشيء طبيعي تبقى دايما الحملات مواكبه مع الظروف الطبيعيه والبيئيه اللي احنا عايشينها. دفع وعفا بقى لمؤسسه اطمن معانا، كلمنا عنها يا شيخ احمد اللي عاوز يشارك فيها دلوقتي. حمله دفع وعفا يا ريت يا ريت يا ريت كلنا اللي يقدر على حاجه دلوقتي يساهم بيها. السهم ب 2500 جنيه، ده شامل اسقف وشامل بطاطين وشامل كسوه، يعني احنا الكسوه ديت عباره عن طقم دفايه داخلي للاطفال وللبنات، وكمان هنجيب له بيجامه او تريننج مع كروكس حدا يمشي بيها مع شراب، وكمان بطانيه او لحاف، وكمان لو البيت بتاعه محتاج انه يتسقف هنسقف له ده يعني كله. يعني السهم ب 2500 بالراحه كده عشان نفهم الناس، وامامهم الارقام على الشاشه دلوقتي. تمام. اللي عاوز يساهم يبقى بيتكفل
في دفع وعفى ب 2500 هنكسو اطفال. ايوه هتبقى بالحاجه بتقوله لي كده كل كل مع بطانيه يتغطى بيها تدفيه، مع ان البيت اللي بينام فيه او بيبات فيه يبقى متسقف علشان يحميه من المطر. تمام. فاحنا حريصين كل الحرص ان احنا نحاول ان احنا نحط ايدنا في ايد بعض علشان نشوف الفرحه دي ونشوف المساعده دي. واي حد، انا بقول في اي وقت في كل وقت، اي حد حابب يشوف ده بعين ويروح البيوت اللي احنا بنعرضها وبنذاعها يا ريت. دي دعوه دايما مستمره منك يا شيخ احمد، وبتبقى حاجه طبعًا ايجابيه ان هو يشوف بنفسه التعامل ده. طب انا عايز اوريهم على الطبيعه شكل البيوت وشكل البيوت اللي محتاجها لسه، زي ما انت بتقول لي يعني كلمتك بيت محتاج بيت، عايز اوريهم على الطبيعه ايه منطقيه الحمله، الناس اللي محتاجه الميه واللسقف والكسوه، عاوزين نوريه لهم. اتفضل. طب يلا بينا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل مع الشيخ احمد علوان. ده بيت يا جماعة عبارة عن أوضتين وحمام، والمطبخ جوه أوضة من الأوض، جوه أوضة من الأوضتين. الأوض زي ما أنتوا شايفينها كده، أدي 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 الأرضية بتاعت ده على فكرة الحصيرة اللي أنا قاعد عليها، وأنا قصدت وتعمدت إن أنا أسجل عليها وأنا قاعد عليها علشان أقول لكم ده سرير. والله الست بتقول أنا بنام على ده، ليه؟ لأنه الأوضتين اللي هم عبارة عن البيت ما فيهمش غير سرير واحد بينام عليه زوجها وحد من عيالها، وهي بتنام على الارض. البيت ما فيهوش غير سرير يا جماعه، بالله عليكم حد فينا يتحمل ده؟ طب احنا عايزين ايه؟ طب مؤسسه تطمن معانا عاوزه ايه؟ احنا بنقول لكم من قلب الحدث اهو، ادي الحيطه شكلها عامل ازاي، والسقف عامل ازاي، والارضيه عامله ازاي، والبيت عامل ازاي. لا، الناس دي لازم تتدفى، الناس دي لازم تحس ان هي عايشه حياه كريمه. ده هيجي ازاي؟ لما نحط ايدنا في ايد بعض. ده هيجي لما نكلم مؤسسه تطمن معانا. انت تقدر تنام هنا؟ ما تقدرش، والله ما تقدر. لو بتمر بأي أزمة، بتمر بأي ضائقة، بتمر بأي تعب، بتمر بأي ألم، أقف جنب الناس دي بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يحل لك مشاكلك، والله هتتحل. مين اللي استحمل ده؟ أنا أقسم بالله ما عندي أي حاجة خالص، وأديكم شايفين بنام على الأرض 24 ساعة، من اللي يستحمل إني نام هنا وده الشتاء؟ أقسم بالله على العظيم بغطى بالأربع بطاطين أكنتي إني نايمة برا في الشارع. النطرة ما بتنطر بتغرقنا وإحنا قاعدين هنا. واحنا نايمين هنا طينة صافية أنا بنام عليها. اطمن معانا، تبرعك أمانة. شيخ أحمد، لما أكون بكلمك عن حملة دفع وعافة وبوريك تقرير يرتبط تماما بهذه الحملة وأرقام تليفونات المؤسسة، أعتقد كده أنا بوريك القصة كلها، السيناريو ماشي. صحيح صحيح. اللي هو منتظر إيه بقى؟ ما احنا عايزين نحط إيدنا في إيد المؤسسة، عايزين نحط إيدنا في إيد الناس. احنا كمؤسسة ما نحن إلا وسطاء بين المتبرع أو بين المشاهد وبين اللي محتاج ده. ما هو عاوز مين اللي هيديله؟ عاوز حد يطبطب عليه، عايز حد يعطف عليه، عايز حد يرحمه من البرد ومن الشتاء ومن المعاناة اللي بيعانيها طول الشتاء. هو والله العظيم ان الفقراء دلوقتي ناعين هم الشتاء اللي جاي، اللي هو خلاص اللي احنا داخل عليهم ده، اللي هو البيت الست اللي هي بتعيط دي يعني بكائها صادق، لان احنا لما رحنا البيت فعلا ما شايل هم المطر اللي جاي ولما تشتي بقى بلغه يعني هو ده. البيت زي ما هو الوضع كده، الست بتنام على الارض عايزه سرير، الست بتنام واي شويه مطره نزلوا هيبهدلوا البيت، ولا هتعرف تنام ولا ابنها هيعرف ينام ولا عيالها يعرفوا يناموا. فدي معاناه احنا المفروض ان احنا نتكاتف ونتعاون فيها علشان نزيل المشقه عن هؤلاء. ودي مساله ما هيش صعبه، ال 2500 جنيه لو اي حد دلوقتي بيشوفنا وتواصل مع المؤسسه ممكن واحد يدفع بدل 2525,000 ب 10 اسهم، ممكن واحد يدفع 250,000. في ناس تقدر بده وفي ناس تقدر على ده. في واحد يقدر يجيب هو لو انت وزوجتك وعيالك 2500 جنيه، يلا بنيه انك تستر دول وانك تقويهم وانك تكسوهم وانك تدفيهم وانك تدخل عليهم وتقضي حوائجهم، الله سبحانه وتعالى سيقضي لك حوائجك وسيكون معك. الفكره بقى ان احنا زي ما بدانا حلقتنا وبنقول ان احنا نبقى فنانين في الصدقه. انت هتفنن في الصدقه يا عم معاك
معكش 2500 جنيه، طب ما يعني حاول من دلوقتي تحوش 50% انت مع زوجتك مع اولادك، هتقدر تجمع ال 2500 جنيه، مش معضله. انت لو حاطط دماغك في حاجه انك عاوز تعمل حاجه هتعملها. طب ما تحط دماغك، وده من الابداع بقى، حط دماغك انك تحط في دماغك انك تعمل خير. وانا بقى هوريك اللي انت بتعمل خير عشانهم، شكلهم واحتياجهم وحياتهم ودنيتهم شكلها ايه، فانا بوريك. صحيح. طب ما يلا نوريهم. اتفضل. طب يلا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل حلقتنا مع الشيخ احمد علوان. بيت جديد وحالة جديدة في إحدى قرى الصعيد، مع فريق البحث في مؤسسة الطمن معانا، توصلنا للبيت الكريم ومع أمنا الكريمة الحاجة منفيسة. أهلا بك يا حاجة. ربنا يبارك فيك. احنا بنرحب بيك والله يا حاج، وان شاء الله يخليك يا حاج. الله يحفظك. وام حسام معانا، جعلكم كسبانين وربحانين يا رب. ربنا يحفظك. احنا يا حاجه جينا وشفنا الحال زي ما احنا شايفين، الارض طينيه، الحيطان ما فيش سقف، البيت صعب جدا. احكي لنا يا حاجه. الحمد لله اللي انتوا برضو بتجيتونا وهتضغطونا من البراغيث ومن النطره ومن كل حاجه يا بابا. يعني السقف ده بينزل ماء المطر يا حاجه؟ ايوه والله يا بيه. طب انتوا العيله كلها قاعدين في البيت ده يا حاجه؟ لا انا اولادي واحد هناك في النادي، تمام، وانا قاعده مع ابني هنا. سواعي اروح اقعد مع ديك شويه، وسواعي اجي اقعد مع ديك، بس هنا. انا مش بنام هنا. بس انا ما شفتش الا سي واحد. انتوا كلكم انا بفرش دي وعليها بطانيه وانام عليها. طلباتك ايه حاجه من جمهور مؤسسه تطمن معانا؟ اهم حاجه السقف يا بنت، عشان ماء المطر، عشان النطره، وبنرقد في الطينه وفي النطره، والغطا قليل، والغطا هنا قليل ولا بطاطين وكده. يبقى احنا عايزين سقف. احنا عايزين السقف اهم حاجه. فزي ما احنا شايفين واحنا في فصل الشتاء وماء المطر بينزل، شايفين عايزين جوه، يعني الحاجه بتنام على الحصيره دي. تخيل ان انسان من يرضى على نفسه ان ينام على حصيره زي دي، مفيش الا سي واحد، والحاجه مسنه معديه ال 50 سنه قاربت ال 60 وبتنام على الحصيره. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاحمال، فاحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. اطمن معانا، تبرعك أمانة. بديك فرصه تبقى فنان في الصدقه، وبوريك الناس اللي محتاجه، اللي انت لو تواصلت على الارقام دي هتبقى على طول بشكل مباشر بتساعدهم. اخد تعليقك عشان وقتنا دهمنا. اخد تعليق يا استاذ هاني، احنا مش عايزين نقصر مع الناس دي ولا نضيع وقت. خير البر عاجله، وربنا قال فاستبقوا الخيرات، وقال اولئك يسارعون في الخيرات. مش ان هو يسارع الى الخيرات، لا، ده هو في الخير وبيعمل خير وبرضه بيسارع علشان يعمل حاجه تانية. مش عايزين نضيع وقت. اي حد يا جماعه بيمر بازمه، عنده مشكله، عاوز ربنا سبحانه وتعالى يبارك له، عاوز ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه، عاوز اي حاجه تتحل، عاوز ربنا ييسر له، عاوز ربنا يوسع رزقه، يقف مع الناس دي. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وعهد على المولى عز وجل. كالعاده دايما وقتنا بيخلص بسرعه. كاس العالم خلص امبارح، والناس اللي كانت مشغوله والدنيا ما زالت واخداهم شويه، نبص بقى للخير، نبص لأحلام مواطن. واتطمن معانا يا جماعة، بنجيب لكم ناس فعلا محتاجة دعمكم. أعتقد مهم جدا القيمة الإنسانية من خلال هذا البرنامج وهذه المؤسسة المحترمة. خلصت حلقتنا، لكن مواضيعنا ما خلصتش. بشكر جدا جدا في نهاية حلقتنا فضيلة الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف. بشكرك جدا حبيبي أحمد، ربنا يعزك. مع انتظار مواضيع جديدة زي فن الصدقة كده إن شاء الله. أشوفكم إن شاء الله بكرة وحلقة جديدة وأحلام مواطن. سلام عليكم.